المشاعر في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد بيننا وبينكم في حضره مساء يوم الجمعه. بالتاكيد نسعد بهذه اللقيه ونسعد ان نلتقيكم في هذا اليوم المميز الذي دائما ما يكون هو مختلف في كل تفاصيله من داخل كل بيت سوداني وايضا من داخل استوديو قناه الهلال. الجمعه تفاصيله روحانيات وايضا صله الارحام فيها معاني كبيره بنلقاها في الجمعه بس في السودان بالتاكيد. محمد، جمعة مباركة عليك وعلى كل اللي بيتابعونا، إن شاء الله جمعتك كانت جميلة. جمعة مباركة وهام، وجمعة مباركة على كل السادة المشاهدين في كل مكان. نسعد دائما بأن نكون معكم في هذا اليوم الجميل والمتميز والذي يزداد تميزا بتعلق جمهور قناة الهلال ومشاهدينا في كل مكان بفقراتنا المتعددة في حضرة المساء لهذا اليوم. ما بين الهلال والذي يتأهب بكل تأكيد لخوض مباراة فاصلة وحاسمة في طريق التأهل نحو دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء يوم بعد غد الأحد، وما بين الكلمة الجميلة وأيضا الفن والطرب الراقي، مواضيع حتكون موجودة بكل تأكيد في حلقتنا اليوم من برنامج في حضرة المساء، ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظن مشاهدينا الكرام بنا كما عودناهم دائما يا ويام. نعم صحيح محمد، دائما احنا نسعد نكون بنمثل جزء لو حتى صغير جدا من اللمة الجميلة دي. نتمنى دائما نلاقيكم بكل الخير بكل السعادة بكل الأمنيات الطيبة في هذا اليوم اللي هو اليوم اللي بالتأكيد بنسعد أنه احنا جمعتنا تكون معاكم ووسطكم، ولكن زي ما عودناكم ضربة البداية بلحن المساء.
يا سمسنا القطار الزفير.